في منتصف الثلاثينات قام استوديو أرشاك للتصوير بعرض صور النساء الجميلات اللواتي كن يلتقطن صورهن في الاستوديو باختيار أجمل فتاة أو سيدة، ويتم نشر صورتها بحجم كبير، وتلقب حاملة الصور بملكة جمال بغداد. نالت الفكرة أعجاب الجماهير، وزاد الإقبال على استوديو أرشاك، حيث يتنافسن الفتيات متمنين بأن يتم اختيار صورهن. وفي العام 1934 تم تنظيم أول مسابقة جمال رسمية في نادي العلوية برعاية استوديو أرشاك. وفي عام 1947 تم اختيار ريني دانغور لتتويجها بلقب ملكة جمال العراق، حين فازت بمسابقة ملكة جمال بغداد التي أقيمت في نادي القوة الجوية الملكية حينذاك. بعد ذلك استمرت مسابقة ملكة جمال بغداد بدون انقطاع لعقود عدة لتفوز بها في كل عام إحدى حسناوات العراق. ومن ضمن الأسماء التي توجت بلقب ملكة جمال بغداد جورجية قحطان وخلود صالح وسميرة زيدان ونازك شالي. في عام 1972 قرر محافظ الموصل السابق ورئيس هيئة السياحة العراقية في ذلك الوقت تغيير لقب ملكة جمال بغداد إلى ملكة جمال العراق. ومن ثم في عام 1972 تم اختيار أول ملكة جمال للعراق، وكانت وجدان سليمان سليلة عائلة راوندوز، والتي أصبحت أيضاً أول امرأة عراقية تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون. بعد ذلك توقفت مسابقة ملكة جمال العراق لمدة 43 عاماً، وأقيمت بعد ذلك للمرة الأولى عام 2015. وفي تلك المسابقة تم تتويج شيماء قاسم ابنة كركوك بلقب ملكة جمال العراق لتكون ثاني حاملة لهذا اللقب. وفي عام 2017 شاركت سارة عيدان بمسابقة ملكة جمال الكون، وذلك بعد 45 عاما على أول مشاركة للعراق في هذه المسابقة.